نادي الاسماعيلي النهارده وقع عقود وديه مع فريق الاتفاق السعودي في اطار احتفالات النادي بمئويه النادي. المباراه هتكون يوم 17 اغسطس بالسعوديه. الناس في النادي الاسماعيلي بيشتغلوا بشكل محترم جدا وعاملين مجهود كبير جدا عشان يخلوا الاسماعيلي بيعمل احتفاليه محترمه بمئويه تاسيس النادي. دي حكايه. ده هو البيان اهو وحكايه البيان. خد بالك انه ده كله يعني بيزود الامور الماليه في نادي الاسماعيلي عشان في معاناه طبعا انتوا عارفينها معاناه ما مش مستخبيه على حضراتكم يعني. دي حكايه. هنروح نشوف مؤتمر النادي الاسماعيلي النهارده لتوقيع عقود مواجهه الاتفاق السعودي. مئوية جديدة للنادي الإسماعيلي العظيم، يشرفنا أن نعقد هذا المؤتمر للإعلان عن مبادرة فارقة من مبادرات كرة القدم العربية، لقاء الأشقاء، مباراة ودية مع نادي من أعرق الأندية السعودية والعربية وبطل تاريخي على منصات التتويج أيضا. تأسس عام 1945 ليحمل كأس 13 بطولة محلية ودولية نادي الاتفاق السعودي العريق. ومن دواعي الفخر والسرور إقامة مباراة ودية مع نادي عربي شقيق صاحب بطولات وإنجازات رياضية، تأكيدا على روح المودة والمحبة وتوطيد أواصر العلاقات المشتركة. وأترك المجال للشركة المنظمة للحديث عن تفاصيل اللقاء الودي في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمرور 100 عام على التأسيس. والله ولي التوفيق. احتفالية النادي الإسماعيلي بالسعودية ولقاء قمة الأشقاء اللي هيقام على استاد نادي الاتفاق بالدمام إن شاء الله، واللي بإذن الله إحنا جميعا متفائلين بإنه هيكون لقاء يليق باسم فريقين كبيرين نادي الاتفاق السعودي كنادي ليه إنجازات وتاريخ مشرف الكرة السعودية، أول نادي حقق دوري سعودي بلا هزيمة، وأول نادي حقق بطولة خليجية في تاريخ المملكة العربية السعودية بطولة أندية الخليج العربي سنة 1983. ونفس الشيء النادي الاسماعيلي بجماهيريته كبيرة محليا وافريقيا وعربيا، ومشاركات الاسماعيلي على المستوى الخارجي خير شاهد مش حضور الجماهيري والتفاعل النادي الاسماعيلي محليا وخارجيا، والمشجع اي شركه بتشرف ان يكون في تعاون مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي، بالاضافه الى الرؤيه الطموحه والافكار الاحترافيه اللي لمسناها خلال اجتماعاتنا على مدار الثلاث شهور اللي فاتت مع مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه المهندس نصر ابو الحسن. ده اللي شجعنا وخلانا متفائلين هيكون في تعاون وفي نتائج ايجابيه هتكون غير مسبوقه على مستوى الانديه المصريه للنادي الاسماعيلي. ومن ابتداء من نهايه المؤتمر من الغد هيكون بدايه المرحله الثانيه من ضمن خطه عمل مئويه الاسماعيلي بالسعوديه، واللي هيكون من خلالها البدء في العروض التي وصلت بالفعل سواء من حقوق النقل او شركات رعايه، ويتم اتخاذ القرار المناسب واللازم بالتشاور التنسيق بين الاطراف الثلاثه الخاصه بالمئويه النادي الاسماعيلي نادي الاتفاق والشركه المنظمه. وفي النهاية بوجه كلمة الجمهور الإسماعيلي العظيم، أنتم دائما على الوعد، والاحتفالية مواليد الإسماعيلي دي أنتم اللي كنتم العامل المشترك والعنصر الرئيسي فيها في تكوين تاريخ الإسماعيلي، وكان نادي الإسماعيلي من الأندية الشعبية على المستوى المحلي ومستوى الأفريقي والعربي. فكلنا ثقة ومتأكدين إن شاء الله نشوفكم موجودين بكثافة في مدرجات استاد نادي الاتفاق بالدمام إن شاء الله، وتحتفلوا بالإنجازات اللي أنتم كنتم الدور الرئيسي موجود فيها وأنتم العامل الأهم فيها. إنه لشرف كبير أن نكون جزء من هذا الاحتفال التاريخي وأن نشارك في هذه المناسبة العظيمة التي تبرز قيمة وأهمية هذا النادي الكبير. إن العلاقة بين نادي الاتفاق السعودي ونادي الإسماعيلي المصري ليست مجرد علاقة رياضية، بل هي علاقة تمتد جذورها إلى روابط تاريخية وثقافية واجتماعية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. إن هذه العلاقة تتجلى من خلال التعاون المستمر والتواصل الفعال بين الأندية، والذي يعكس روح المحبة بين الشعبين السعودي والمصري. لقد كان نادي الإسماعيلية دائما رمزا للتميز الرياضي، وقد نجح على مدار 100 عام في ترسيخ اسمه بين كبار الأندية في المنطقة
يحق لنا أن نفتخر بما حقق هذا النادي العريق. وفي هذه المناسبة نؤكد على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الناديين نادي الاتفاق ونادي الإسماعيلي. وأخيراً أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره بهذه المناسبة، ونتطلع إلى رؤية المزيد من النجاحات والإنجازات.